بالعكس بالعكس، انتقادات كتفرحني، و لان كيف ما كاين منتقدين كاين الناس كيبغيو البرنامج، والناس اللي كينتقدوا راه ماشي ما كيبغيوش البرنامج، كيبغيوك تطور من مستوى البرنامج، وهذه مساله ايجابيه. وما كاينش شي واحد في العالم ما عندوش منتقدين، ما كاينش برنامج في العالم عليه الاجماع، ما يمكنش. حنا ماشي لسنا منزهين على الخطا، ماشي انبياء، حنايا حنا بشر نصيب ونخطئ، و فهمتي كنحاولوا نقدموا ما في جهدنا باش نرضيو الجمهور المغربي، وهادشي اللي كاين. كاينين، ولكن حنا ما يمكنش ملي البرنامج بدا في الاول ما كنعطيوش اجور الفنانين، ما يمكنش نعطيو لواحد ونخلي واحد اخر نهائيا. كنحضر ان شاء الله لواحد العمل زوين نتمنى يعجب الجمهور في رمضان المقبل باذن الله. وكاين ان شاء الله واحد المفاجاه كنوجدها للجمهور ان شاء الله، ولكن غيشوف واحد الوجه اخر، ماشي داك المنشط عنده علاقه بالكوميديا. نتمنى ان شاء الله تعجب المشاهدين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.